صدق الفريق اول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي على الاعلان عن قبول دفعه جديده من الاطباء الحاصلين على درجه الماجستير او الدكتوراه للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحه دفعه يناير من عام 2025 تتضمن الشروط العامه للقبول ان يكون المرشح ووالداه واجداده مصريين وغير مكتسبين او متقدمين للحصول على جنسيه دوله أخرى وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف وأن يكون حسن السير والسلوك